اهلا بحضراتكم مره تانية معانا من الاستوديو، والنهارده معانا موضوع مهم جدا وهو بيتكلم عن السعاده. مين فينا ما بيحبش انه يعيش سعيد؟ اكيد كلنا بندور عن السعاده، لكن كل واحد فينا شايف السعاده بشكل مختلف تاني خالص عن التاني. كل واحد شايف السعاده من وجهه نظره، في ناس شايفه ان السعاده في الفلوس، وفي حد تاني شايف ان السعاده في الحب. ده حتى في دوله خصصت وزاره للسعاده زي دوله الامارات في 2016، وسموا الوزير وزير دوله السعاده. وفي دراسه اجريت في 2020 في المملكه المتحده شملت 80,000 شخص في كل انحاء العالم عن السعاده، فكانت اكتر الدول سعاده هي الدنمارك، وبعدها بفارق بسيط جدا جت سويسرا، وبعدها النمسا، وجت زيمبابوي في الاخر خالص وبورنانزي. اما في العالم الحالي تصدرت بقى فنلندا القائمه، تليها النرويج ثم الدنمارك. والسؤال، ايه اللي بيخلينا ممكن ان احنا نعيش سعداء؟ وهل السعادة ليها مفاتيح؟ وهل بتأثر على صحتنا النفسية والجسدية ولا ما بتأثرش، وعلى نجاحاتنا في الحياة سواء العملية أو الخاصة؟ ببساطة كده، إزاي إن إحنا نكون سعداء؟ النهاردة هنتكلم عن السعادة ومفهومها، وإزاي يكون الإنسان سعيد بأقل التفاصيل وبأقل الأشياء. تفاصيل كتير هنعرفها مع ضيفنا الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ علم الإدارة والتنمية البشرية. برحب بحضرتك يا دكتور، ونورنا النهاردة في صباح البلد. ربنا يخليك. إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك. خليني أبدأ أسئلتي مع حضرتك وأقول لك، وإحنا بنتكلم عن السعادة كده، إحنا حابين نعرف إيه هو مفهوم السعادة الحقيقية وإيه أسبابها؟ طيب، هو السعادة حالة مزاجية بيشعر فيها الإنسان بحاجتين، بالرضا والإقبال على الحياة. حالة مزاجية يشعر فيها الإنسان بالرضا والإقبال على الحياة. طبعا يعني حتى تفضلت اتكلمتي على فكرة أنه المفهوم مختلف من الناس أو من شخص للتاني، هو مش مفروض يبقى مختلف، لأنه أسباب السعادة هي أسباب واضحة جدا، إحنا بنسيء بس فهمها. يعني عايز أقول لحك، ناس كتيرة جدا بتفترض أن المال هو سبب السعادة، ولو افترضنا ان المال هو سبب السعادة كان مفروض ان كل الاغنياء يبقوا سعداء وكل الفقراء يبقوا يعني بيصابوا بالحزن، بس ده مش الحقيقة. احنا عندنا يعني اشهر حد يتكلم في الحتة دي واحد اسمه دانيال جولمان، وهو طبعا الاب الروحي للذكاء الانفعالي او الايموشنال انتليجنس، وقال انه عندنا 100% نقسمها ازاي، 50% جينز وتربية، 10% مال، 40% علاقات انسانية. تخيلي، ده العكس اللي الناس كلها فاهماه. المال كان بيمثل 10% بس للمال. الجينز هو او الوراثه ليها دور كبير جدا. احنا بنقسم البني ادمين الى نصين، ناس الفص الايمن من المخ هو المسيطر، وناس الفص الايسر من المخ هو اللي مسيطر. المشاعر عندنا 6 انواع اساسيه من المشاعر: الحزن والفرح، النفور، الغضب، يعني كل الانواع دي في جزء منها ايجابي وجزء منها سلبي. السعاده وجزء من الدهشه هم الايجابيين والباقي كله سلبي. لما عملوا دراسه على المخ لقوا انه مصدر المشاعر الايجابيه هو النصف الايسر من المخ. ده ما يسمى بقى بهرمون السعاده. لا، احنا لسه هنتكلم على هرمونات السعاده، هنتكلم على مراكز السعاده في المخ. مراكز في المخ. المركز السعاده في المخ في النصف الايسر من المخ. اوكي. لكن الجزء الايمن هو للاسف فيه المشاعر السلبيه. انا هقول لحضرتك حاجه صغيره، ليه معظم الناس المبدعين بتلاقيهم دايما تعسى؟ لانه مركز الابداع في المخ في النصف الايمن، والمشاعر السلبيه في المخ في النصف الايمن. فلو النصف الايمن من المخ مسيطر، الشخص هيبقى مبدع لكن هيبقى حزين الى حد ما. ايه السبب؟ لا، دي حاجه بتاعت ربنا. النصف الايسر من المخ هو المسؤول عن المنطق وعن المشاعر الايجابيه. فالناس اللي النصف الايسر من المخ عندها مسيطر يميلوا الى الاتزان. السؤال بتاع حضرتك بقى، هرمونات السعاده، احنا عندنا 4 هرمونات للسعاده. عندنا السيروتونين، عندنا الدوبامين، عندنا الاوكسيتوسين، عندنا حاجه اسمها الاندورفين. وهنتكلم النهارده على ايه اللي بيزود افرازات هرمونات السعاده. الكارثه هو الهرمون العكسي اللي هو مسؤول عن الاسترس، بنسميه الكورتيزول. طبعا بعض الناس بتسمعه احيانا بالان، هو الكورتيزون ده اللي بيتصنع في المعمل بره، لكن الكورتيزول هو الهرمون اللي موجود في جسم الانسان. كل ما الكورتيزول زاد كل ما الاسترس عالي، كل ما الكورتيزول قل والاربعه التانيين زادوا كل ما الشخص ابتدى يشعر بالسعاده. وكل واحد من الاربع هرمونات دي ليه حاجات معينه بتطلعه. يعني مثلا الاوكسيتوسين،
التلامس الجسدي لما مثلا اب يحضن ابنه او بنته او مراته، هذا التلامس الجسدي بيطلع الاوكسيتوسين. ده مش حتى مش مع البني ادمين بس، ده لو انا بحضن الكلب بتاعي او القطه بتاعتي ده بيطلع هرمون الاوكسيتوسين. وده حاجه مهمه جدا، يعني دي حاجة مهمة جدا. نقول للاهل ان هم يحضنوا اولادهم ويحسسوهم بالسعاده، لان ده فعلا مش كلام، ده علم. الاندورفين. توماس اديسون مثلا كان بياكل شطه كتير قوي او فلفل حراق، لان الفلفل الحراق بيطلع هرمون الاندورفين. حاجات معينه تانية بتحرق الكورتيزول، ده اللي احنا عايزين نقلله. يعني تخيل ان باراك اوباما في احد الخطابات بتاعته في 2010 بيقول احنا هدفنا كامريكا ان احنا نقلل هرمون الكورتيزول عند الشباب عشان نزود انتاجيه الشباب. فمن ضمن حاجات حاجه بسيطه جدا المشي، لما ايدك اليمين بتتحرك مع رجلك الشمال وايدك الشمال بتتحرك مع ايدك اليمين في المشي اللي هو المشي المنتظم، هرمون الكورتيزول العالي بيبتدي يتحرق. احنا محتاجين الناس تبقى عندها وعي، يبقى وعي اكتر، يعرفوا ان هم ازاي يتحكموا ويفهموا اكتر، فيقدروا ان هم يتحكموا في هرموناتهم ويبتدوا ان هم يشعروا بسعاده اكتر. طب انا برضو عايزه ارجع لحضرتك واقول لك، هي بتختلف طبعا من شخص لشخص، هل بتختلف بقى من شعب لشعب زي ما بتختلف من شخص لشخص؟ يعني زي ما انا ذكرت في البدايه ان في شعوب وبترتيبات، ده فعلا دي دراسه حضرتك بتؤمن بيها؟ هو يعني احنا هنتكلم عليه منظور علمي. هو ربما يكون نسبه السعاده بتختلف من دوله للتانيه حسب يعني ظروف الدوله. يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، الدول الصناعيه تلاقي دايما معدل السعاده قليل جدا. للستريس، الصوت العالي بتاع المصانع، الزحمه، رتم الحياه السريع. لكن دايما تلاقي الناس اللي في المدن الساحليه، يعني دايما تلاقي مثلا الناس في اسكندريه بيشعروا بالسعاده اكتر، او عندهم نوع من الحاله مزاجيه افضل من القاهره او المناطق التانيه. ليه؟ عشان البحر، عشان المسافات. دي نقطه. النقطه التانيه عادات الشعوب، في ناس بيبقى عندها عادات معينه. فكره التوازن ما بين العمل وما بين الحياه الشخصيه بيخلي حضرتك تشعري بالسعاده. في بعض الدول ناس بتجري طول الوقت، ما بتاخدش وقت للراحه. حاجه ثانيه ويمكن دي حاجه مهمه جدا، الاكلات. في اكلات بعض الشعوب بيبقى عندها اكلات مهمه بتخلي هرمونات السعاده تزيد. زي ايه؟ زي الشوكليت والدارك شوكليت بالذات، زي الجبنه القريش، زي التونه، زي الكورن فليكس، زي حاجه مهمه جدا كان هي مش منتشره قوي في مصر، الهليون اللي هو الاسبارجس. اللوز عباره عن ايه او بيكون هو ده؟ عباره عن خضروات كده، بتعمل زي حاجه السوتيه كده. اللوز الني من الحاجات اللي بتزود جدا هرمونات السعاده. فحتى كمان الاكل، عشان كده تلاقي دايما الدول الاسيويه عشان هم بيحبوا جدا بيميلوا اكتر الى الماكولات البحريه وعلى راسها التونه، ده بيزود هرمونات السعاده. طيب مع ضغوطات الحياه بقى ومع الواحد بيعيشه، في ناس بتبتدي الحياه بتاعتها بتضغط عليها نفسيا فتخليها ان هي مش قادره تتحكم خلاص في غضبها او في حزنها، وده بيأثر جدا عليها في حياتها. فازاي يقدروا ان هم يسيطروا على ده، وازاي ان هم يقدروا يعيشوا حياه سعيده؟ عندنا حاجات كتيره جدا بتساعد على ان احنا نقلل الضغوط النفسيه عشان نشعر بالسعاده. عندنا اليوجا، وفي نوع متميز جدا من اليوجا اسمها يوجا الضحك. لو تفتكري المسلسل بتاع نيلي وشريهان، دنيا سمير غانم قامت كده قعدت تضحك، كانوا نايمين كل فالتانيه بتقول لها انت بتضحكي ليه؟ قالت لها ده مديتيشن، قالت لها كومبانيشن ما تدخلي الحمام. هو ده نوع من المديتيشن او التامل بنسميه يوجا الضحك. وده احد الحاجات المهمه جدا اللي بيساعد على خروج الاوكسيتوسين والاندورفين. عندنا حاجه مهمه جدا برضو اللي هي بنسميها العلاج بالاعشاب، اللي هو بنجيب بعض الزيوت وبنحطها على الجسم. واشهر انواع الزيوت اللي بنستخدمها هو اللافندر، والصينيين يعني شاطرين جدا في القصه دي. ويمكن ميشيل اوباما كانت بتعمل كده، كانت بتقول دايما انا قبل ما بدخل انام بحط زيت اللافندر وباخد شاور وبعد كده ادخل انام. فدي نقطه مهمه جدا. حاجات برضو مهمه يعني جدا، اليوجا والاسترخاء. يعني حضرتك بتنصح ان يعملوا تمارين يوجا واسترخاء، دوت بيساعد اكتر على انه بيحرق الكورتيزول وبيزود الاوكسيتوسين والاندورف. يمكن احنا بس في مصر يعني هات يعني مش عندنا مشكله شويه، احنا بناخد موقف سلبي تجاه حاجه معينه نظرا لخبره حد. يعني مثلا حضرتك رحتي تتدربي مع حد بتاع يوجا وهو مش كويس المدرب، فانت قلتي لا اليوجا دي مش كويسه. بقى كل اللي بيسمع منك القصه دي لا يبقى بلاش يوجا. لا، هي قصه مش كده. احنا اكشلي يهمنا جدا ان احنا ده علم وناجح جدا في كل، وفي مصر دلوقتي بقى في مدربين كويسين جدا لليوجا واليوجا الضحك.
المديتيشن او التامل من حاجات مهمه جدا قبل ما تنامي 10 دقائق تقعدي تعملي نوع من الريلاكسيشن. حاجات يعملوها في البيت يا دكتور، يعني في ناس ما عندهاش امكانيه مثلا ان هي تروح لحد متخصص في اليوجا وان هي تعمل تمارين يوميه، وفي حد ظروف حياتها وشغلها ما بيسمحش لده، فايه الحاجات البسيطه بقى؟ يوتيوب. يوتيوب عندنا كده حاجه لطيفه جدا اسمها المديتيشن ميوزك او موسيقى التامل، بتشغليها لمده 10 دقائق لان هي موسيقى متخصصه، وبتقعدي كده تحاولي تفكري في حاجات ايجابيه لمده 10 دقائق، ده بيعمل لك نوع من الاسترخاء وبيبتدي يطلع الهرمونات الاربعه اللي احنا بنقولهم. حاجات بسيطه، الرياضه في حد ذاتها الرياضة. احنا عايزين يعني لو حضرتك شفتي نسبه المصريين اللي بيتمشوا بشكل منتظم عدد قليل جدا من الناس. احنا محتاجين برضو حاجه تاني مهمه جدا، لما تشوف الفلاسفه شافوا السعاده في ايه. سقراط قال السعاده ليس في السعي للوصول للاكثر ولكن بالقبول بما هو متاح. مشكلتنا الاساسيه انا عايز اكتر، لكن شوف ربنا ادالك ايه واشكر ربنا على ربنا ادهولك. يعني عايز اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، الصينيين عندهم مقوله حلوه قوي بتقول اذا نظرت الى من هو افضل منك اصابك الياس، واذا نظرت الى من هو اقل منك اصابك الغرور. انظر الى ذاتك، دي حاجه مهمه جدا. افلاطون قال ايه على السعاده؟ قال فضائل الاخلاق. يعني واحد زي نيلسون مانديلا كان بيشعر بالسعاده ليه؟ لان هو نموذج جيد للتسامح. غاندي كان بيشعر بالسعاده ليه؟ لانه نموذج جيد لحب الاخرين. حتى دايما بيقولوا كده مقوله لطيفه، السعاده ولدت توأما. يعني انا بشعر بالسعاده لما ابقى انا سعيد وشايف الناس اللي حواليا سعداء. دي حاجات مهمه جدا، الاخلاق والمثل لما حضرتك تمشي بيها وتفكري بيها هتشعري بالسعاده. طب حضرتك شايف ان في انواع للسعاده في الحياه؟ يعني حياتنا اليوميه كده فيها انواع للسعاده؟ هو ده سؤال حلو جدا. احنا عندنا يمكن المفروض كنت ابتدي بالنقطه دي في الاول. عندنا فرق ما بين السعاده وما بين اللذه. وفاقد السعاده يبحث عن اللذه، خلي بالك من الجمله دي. فاقد السعاده يبحث عن اللذه. السعاده هي حاله نفسيه مزاجيه. اللذه هي حاجه جسمانيه اللي هي ليها علاقه بارضاء الغرائز، الاكل والشرب والجنس، دي ما يسمى اللذه. مصطفى محمود كان عنده جمله حلوه قوي بيقول قاوم ما تحب وتحمل ما تكره. فانا لو بحب حاجه زي الاكل او اي حاجه تاني والحاجه دي حاجه هتضرني فانا لازم اعرف اقاومها. طيب ما بحبش حاجه، ما بحبش الماسك اللي احنا بنلبسه دلوقتي في الكوفيد، ما بحبش القرايه ودي حاجه مهمه بالنسبه لي فلازم اتعلم احبها. لانه لو ما اتعلمتش احبها هفضل طول عمري تعيس، لانه انا عمري ما هتقدم من غير ما اقرا، من غير ما اطور نفسي. فاحنا مش عايزين نسيب نفسنا للديفولت بتاعنا او الطبيعه بتاعتنا. الطبيعه بتاعتي انا عايز اعمل، عايز اكل واريح وانام، مش عايز اشتغل. لكن النجاح بيجي ازاي؟ فلازم نتعود. المقوله دي فعلا لو طبقناها هنشعر بالسعاده الشديده. قاوم ما تحب وتحمل ما تكره. ناخد مثال زي مثلا دكتور محمد غنيم، عنده كتاب حلو قوي السعاده في مكان اخر. شايف الجمله حلوه قوي؟ لما قالوا له ايه المكان الاخر ده؟ قال لهم دكتور محمد غنيم اللي هو طبعا رائد زراعه الكلى في مصر وفي العالم وهو مدير مركز الكلى في المنصوره، الراجل لغايه دلوقتي ما عندوش عربيه غير عربيه قديمه جدا، ما عندوش عياده، كل هدفه كان ايه؟ انه يسعد الناس. الراجل ده عمل اول زراعه الكلى 1976، قالوا له اطلع في الميديا، قال لهم لا، طلع المساعد بتاعه. احنا دلوقتي اللي بنشوفه على السوشيال ميديا التطرف في حب الذات، كل واحد او كل واحده ماسكه الموبايل كده وحد بيصورها. هم فاكرين ان هو ده، مش هو دي السعاده. السعاده ليها اسس. طب لو تقدر تدي الناس اللي بتمر بضغوط نفسيه صعبه والناس اللي الحزن الشديد بيحطهم من كل حته، ايه حضرتك النصايح اللي تقدر تديها لهم عشان يعيشوا حياه سعيده؟ في جمله مشهوره مش فاكر مين اللي قالها، بس قال يا الله اعطني الراحه الداخليه التي بها اقبل ما لا يمكن تغييره، والشجاعه التي بها اغير ما يمكن تغييره، والحكمه التي بها اميز بين هذا وذاك. فحضرتك لو مضطريه لظروف معينه، اتولدت لقيت نفسي عندي شلل اطفال، خلاص لازم اتقبل كده. يعني لو تفتكري فرانكلين روزفلت الرئيس الامريكي 26 جاله شلل اطفال وعنده 38 سنه، حاجه غريبه جدا، ولكن بالرغم كده كان احد اعظم رؤساء امريكا. طبعا. الحاجة الثانية الشجاعة التي بها أغير ما يمكن تغييره. حاجة أقدر أغير، فأنا محتاج، أنا وزني كبير،
انا بشرب سجاير ازاي اغير القصه، اغير من ده عشان ابتدي احس عشان ان انا الحاجه الثالثه الحكمه اللي تخليني اعرف دي حاول فيها ولا ما حاولش فيها، لانك لو حضرتك بتحاولي في حاجه مستحيله يبقى انت بتضيعي وقت. صح. برضه حاجة أخيرة مهمة جدا عايزين نقولها، التوازن ما بين الحياة الشخصية وما بين العمل. يعني يمكن الأجانب متميزين في القصة دي أكتر مننا شوية. أيوة فعلا. بشكر حضرتك جدا دكتور رأفت شحاتة، وإن شاء الله نجيب حضرتك في حلقات أكتر ونستفيد من حضرتك أكتر، وأتمنى من السادة المشاهدين إن هم يكونوا استفادوا من فقرتنا النهاردة. وفاصل صغير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.